الضالع أكثر من 3000 معاق من الرجال والنساء والأطفال محرومين من الحياة الكريمة ومن أبسط الحقوق الواجبة لهم، ويعيشون بلا عمل ولا تعليم ولا وظائف، وفي فقر دائم أصبح قدرا عليهم منذ أن يلد الطفل معاق. معاقي محافظة الضالع تحت رقم كبير جدا بعدد الإعاقات، مختلف أنواع الإعاقات الموجودة في الضالع. إلى الآن مدونة في الجمعية 3250 معاق ومعاقة من مختلف الفئات العمرية، وما زال الانتساب للجمعية مستمر. إضافة إلى ذلك أن المعاقين في الضالع يعانوا صعوبات كثيرة جدا، سواء كانت صعوبات دمجهم في المجتمع، عدم وجود المعينة التي تساعدهم على دمجهم في المجتمع، وكذلك عدم وجود فرص عمل لهم في يمارسوا أعمالهم بشكل حر، كذلك وجود البيئة غير جاذبة. المعاق مشعل الذي فقد إحدى قدميه أثناء الاجتياح الحوثي للضالع، أحد المعاقين المنسيين في هذه المحافظة، أصبح عاجزا عن العمل ويقضي أيامه الصعبة يكابد الظروف والفقر بحثا عن لقمة عيش لأولاده الستة. عايش الآن أخرج لي صباحا 7 صباح 8، أخرج أحرق بطاطا أقطعها بحبة، أي حاجة قدامي ألقط بلا سبيحن تين. الحركة تحرك، مو تأكل جهارك، إيش تصبر ل58,000، مو تدي لك 58 قطنة دقيق، تباجيك دي بعدها سكر شليط، وينهن الآن مع قدوم العيد؟ الواحد يهم له تهم السبرة أو تهم ثياب العيد للجهاد، ما تلبسهم منين؟ تمد إيدك ماشي ما نوصل إلى مدود العيد. في محافظة الضالع كلها لا يوجد صندوق أو جمعية للمعاقين تهتم بشؤونهم إلا جمعية واحدة فقيرة لا تملك أدنى الخدمات البسيطة التي يمكن أن تقدمها للمعاقين. في ظل غياب تام لأي اهتمام بهذه الشريحة الإنسانية المهمة من الجهات الحكومية العليا.